بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلبات الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء الأخير من النموذج الأول في كتاب المعاصر، الجزء الخاص بالامتحانات. قربنا يا شباب إن إحنا نخلص خلاص يعني المراجعات بتاعتنا، والامتحانات داخلة على الأبواب خلاص. أنا طالب اللي هو لو أنتوا كنتوا بتتفرجوا على الفيديو بس، أرجو منكم إن أنتوا تمسكوا الورقة والقلم وكل واحدة فيكم تحل المسألة بإيديها، ما تعتمدوش لأن أنا بتفرج على الفيديو بس، هو فيديو مش ترفيهي، هو فيديو تعليمي، فأرجو إن أنت تمسكي الورقة والقلم وتحل المسألة. بعد ما بتخلصي الفيديو قيمي نفسك، هتلاقي نفسك فهمتي بنسبة 70 أو 80%، غير لما أنت بتتفرج على الفيديو بس. انا مش طالب مني غير اللي انت تمسكي الورق والقلم وتعيدي وتزيدي في المسائل، والمسائل كلها يعني الافكار بتاعتها بتتكرر في الامتحان او في النماذج اللي معانا في كتاب المعاصر. يعني انا مش بجيب لك المساله هي، مش بجيب لك المساله بالرقم، لا، انا بجيب لك المسائل بس الحروف مختلفه او الارقام مختلفه، بس هي نفس الفكره، مفيش اي مشكله. وبفضل ربنا وبفضل المدرسة احنا ما بخلناش عليكم بأي حاجة، الفيديوهات قدام منكم تقدروا تتفرجوا عليها، وقدامكم الوقت لتو تقدروا تعوضوا اللي فاتكم، وان شاء الله ربنا هيصلح الحال لكم ان شاء الله جميعا. المسألة الأولانية فرقم 27 في النموذج الأول بيقول هنا معايا: ده ال هي بيوازي به جيم، وده الجيم يوازي به واو، فإن ألف ه في ألف واو بتساوي كام؟ تعالوا كده. طبعا ده الأجزاء المحصورة والخطوط المتوازية اللي أنا عندي دلوقتي، عندي كذا يوازي، أنا عندي ده ال هي يوازي به جيم. نشتغل على ده الأول، أدي ده ال هي يوازي به جيم، أدي أوله وأدي آخره. فاحاول انا اقفل المثلث كده اهو، بس ما عديش الجيم وما عديش الب، فهي حاجه صعبه. هو ده مش برهان، بس لازم اكتبه بالخطوات عشان اعرف الناتج صح. يعني اقول ايه؟ اقول ان الدال ه يوازي الب جيم، فالاقي ان الف دال حته منها على كلها على الف ب بيساوي ألف ه على كلها ألف جيم، فهي حاجة صعبة، وبسمي العلاقة دي رقم واحد. تمام، نخش بقى على التوازي التاني اللي هو دال جيم يوازي به واو. المعطى التاني دال جيم يوازي به واو، دال جيم يوازي به واو، دال جيم يوازي به واو. بحاول بقى اقفل المثلث كده اهو اهو. تمام، يلا بينا. اقول ايه؟ الف د حتى منها على كلها على الف ب بيساوي الناحيه الثانيه الف ج على الف واو، فهي حاجه صعبه. يبقى علشان هنا عندي د ج يوازي ب واو، هلاقي ان الالف د حتى منها على كلها ألف ب بيساوي إيه؟ ألف جيم على ألف واو، وأسمي العلاقة دي رقم اتنين. تمام، مصدر أنا لقيت هنا ألف دال على ألف ب شبه الألف دال على الألف ب، ما هيروحوا كده مع بعض كده بالسلامة، في أي مشكلة؟ يلا بينا نساوي اللي على إيد الشمال باللي على إيد الشمال أهو. يعني اساوي مين بمين؟ اساوي الالف ه على الالف ج بيساوي ها الف ج على الف واو، وساعتها هنعمل طرفين في وسطين اهو، ده في ده، سهله كده. يلا بينا، الف ه تتضرب في مين؟ في الف واو، بيساوي الناحيه الثانيه ها الف ج يتضرب في ألف جيم. طب ألف جيم في ألف جيم ه
حاجة مضروبة في نفسها يبقى ألف جيم أس إيه؟ اتنين. فهو ده الإجابة. يبقى الإجابة هنا عندي هو عايز ألف ه في ألف واو أهي، ألف ه في ألف واو بيساوي إيه؟ بيساوي ألف جيم تربيع. يبقى الإجابة عندي رقم ألف. المسألة اللي بعدها هنا بيقول لي رسم مثلث ألف ب جيم قائم الزاوية في ب، رسم ألف دال ينصف زاوية ألف ويقطع ب جيم في دال، فإذا كان ب دال بيساوي 24 سنتي، تمام؟ والنسبة ما بين ب ألف لألف جيم بيساوي 3 إلى 5. خلي بقى احنا اتفقنا قبل كده كلمة 3 يعني ايه؟ 3 ميم مثلا، و5 يعني معناها 5 ميم، تمام كده؟ يلا بينا. هو عايز محيط المثلث ألف ب ج، يبقى أنا لازم طبعا أرسم المسألة، أكيد يعني لازم أرسم الإيه؟ المسألة. يلا بينا. هو قال المثلث قائم الزاوية، هو قال إن المثلث قائم الزاوية أهو، تمام. أسميه دلوقتي ألف ب ج، بس هو قائم الزاوية في إيه؟ قائم الزاوية في إيه؟ في ب. يبقى أقول على ده أهو ألف، وده ب، وده ج، وادي قائم الزاوية فين؟ في ب، تمام. بعد كده بيقول لي رسم أ د ينصف زاوية أ، تمام. يبقى أنا المفروض دلوقتي أرسم شعاع، الشعاع ده ماله؟ بينصف زاوية أ، تمام. هرسم الشعاع بينصف زاوية أ أهو، تمام كده أهو، بينصف زاوية ألف، تمام كده أهو. كلمة ينصف زاوية ألف يعني الزاوية دي قد الزاوية دي أهو، يبقى الزاوية دي قد الزاوية دي، تمام. طب بعد كده نكمل. بيقول لي هنا إن النسبة بين ب ألف 3 وألف ج بخمسة، ألف ب بكام؟ بتلاتة، يبقى أقول هنا عليها 3 م أهو، 3 م، وألف جيم بخمسة يعني خمسة ميم، صح كده؟ فهي حاجة صعبة؟ طيب يبقى ب جيم بقى كلها بكام؟ مش هو دلوقتي المفروض إن المثلث ده قائم الزاوية؟ آه. طب ما دام هو قائم الزاوية أقدر أجيب ب جيم اللي هو الضلع؟ تمام. أجيب ب جيم إزاي؟ أهو ب جيم أهو من فيثاغورس، أقول خمسة خمسة ميم تربيع ها ناقص كام؟ ناقص 3 ميم تربيع يديني ها يديني جذر كام؟ يديني 16 ميم تربيع، يعني جذر 16 4 وجذر الميم تربيع بميم. يبقى الب ج كلها دي يا شباب كلها على بعضها كلها من اول هنا لحد هنا بكام؟ ب 4 ميم، تمام. قال لي بعد كده ب د ب 24، ب د ب 24، تمام. ب د هنا دي ب 24، الحته دي اهي ب 24 سنتي، حلو. طيب احنا عارفين هنا يا شباب ان النسبه بين القواعد، النسبه بين القاعده بتساوي النسبه بين الاضلاع، مش ده منصف داخلي؟ اه. يبقى فاكرين احنا كنا ازاي بنتكلم عن المنصف الداخلي؟ المنصف الداخلي كنا بنقول ايه؟ د ج ها د ج على الضلع الثاني ها د ب ثاني اهو د ج د ج ها على د ب، دي القاعدتين ها د ج على د ب بيساوي الاضلاع. انا بدات هنا من عند ج، اقول ا ج على ها الضلع ا ب، في اي حاجه صعبه؟ يلا بينا. د ج انا اعرف د ج بكام؟ لا، قول عليها الحرف س اهو بس. طب د ب بكام؟ د ب، د ب هو الراجل مديها لي ب 24 سنتي، مظبوط. طب ا ج، ا ج ما اعرفهاش بس اعرف ليا النسبه بتاعتها ب 5 م. طب ا ب، ا ب ب 3 م. لو انا طبعا ضربت طرفين في وسطين هيبقى السين
السين اللي هي قيمة دال جيم يا شباب، السين اللي هي قيمة دال جيم، أقول إيه؟ أقول 24 في 5 ميم على 3 ميم. ها تاني تاني أهو، نقول إيه؟ أهو مين اللي مع السين؟ اللي مع السين اللي هو 3 ميم تنزل في المقام، صح كده؟ أنا عندي هنا الميم شبه الميم كده، باي باي بالسلامة. يبقى أقول 24 في 5 على 3 يطلع كام بالآلة؟ يطلع 40 سنتي. يبقى الدال جيم أهي، الدال جيم دي طلعت ب 40 سنتي. 40 في أي حاجة صعبة؟ هو عايز المحيط يا شباب، هو عايز المحيط، صح كده؟ هو عايز المحيط. طب المحيط بيجي إزاي؟ احنا عارفين المحيط لازم نجيب اطوال اضلاعه كلها، مظبوط؟ حلو. يعني انا معايا الضلع ب ج، معايا 40 و24. طب انا ما اعرفش الميم بكام هنا عشان اضربها في 5، ولا اعرف قيمه الميم هنا عشان اضربها في 3، صح؟ طب واحده واحده، ايه رايكم احنا لو مسكنا الضلع ب ج؟ امسكوا معايا الضلع ب ج، مش ب ج يا شباب، كله على بعضه، كله على بعضه، قلنا عليه 4 ميم اهو، بي جيم كله قلنا عليه كله بكام؟ ب 4 ميم. طب البي جيم الحته الاولانيه ده الجيم كانت معانا بكام؟ ب 40، والحته الثانيه اللي هي الدال بي كان مدالي في المساله ب 24، هنسويها كمعادله ب 4 ميم، تمام كده؟ انا عايز قيمه الميم، صح كده؟ يلا بينا. 40 و 24 كام؟ 64. يبقى اقول 4 ميم بيساوي 64، اقسم هنا على 4 واقسم هنا على 4، يطلع الميم تطلع بكام؟ ب 16. يبقى قيمه الميم طلعت بكام؟ ب 16. اجي هنا اشيل الميم واضرب في 16، تاني اجي هنا اضرب في 16، واجي هنا اضرب في 16، سهله كده. كده يكون جبت الالف جيم كله اهو، الالف جيم اقول ايه؟ 5 في 16 بكام؟ ب 80. واجيب الالف ب 3 في 16 ب 48. وانا كده كده عندي الب جيم اللي هو 40 و 24 ب 64 اهو، فاكرين 40 و 24 ب 64. لو جمعنا كل ده على بعضه هيديني المحيط بكام؟ ب 192، اللي هي الاجابه عندي رقم ب. شايفين المساله طويله ازاي؟ يبقى انا كنت لازم امشيها بالخطوات، حتى لو المساله عليك صعبه امشيها معايا خطوه بخطوه، وعيد الفيديو كمان مره والثانيه، لازم هتثبت المساله في دماغي. ولو جاتك مساله زيها واصعب منها كمان انتوا اكيد عرفتوا الفكره. المساله اللي بعدها رقم 29 بيقول النسبة بين محيطين مضلعين 4 ل 9، مضلعين متشابهين 4 إلى 9. يبقى النسبة بين المساحاتهم، إحنا عارفين النسبة بين المحيطات هي نفس النسبة بين الأضلاع. تاني، النسبة بين المحيطات هي نسبة بين الأضلاع. إنما النسبة بين المساحات بتساوي النسبة بين مربعي المحيطات. يعني إيه؟ هنمسك الأربعة دي نربعها، ونمسك التسعة دي نربعها، يبقى النسبة كام؟ 16 إلى 81. المسألة اللي وراها، طبعًا إحنا عارفين المسألة اللي وراها دي تافهة جدًا من أيام أولى إعدادي. قال لك من س لعين بسبعة، من س هنا لعين بسبعة. طب مش إحنا عندي إن أ س يوازي ص ب بيوازي عين ج بيوازي لام د، وعندك ألف ب بيساوي ب ج بيساوي ج د، يبقى الناحية التانية مين هيساوي مين؟ هيساوي مين؟ أيوة س ص هيساوي ص ع هيساوي عين لام. طب قال لك من س لعين بسبعة، من س لعين بسبعة أهي، من س لعين بسبعة أهو، يبقى إيه؟ دي بتلاتة وخمسة من عشرة، ودي هتبقى بتلاتة وخمسة من عشرة، ودي برضه هتبقى بتلاتة وخمسة من عشرة. يبقى كلهم كام؟ هيبقى كلهم من س للام هتبقى بعشرة وخمسة من عشرة.
المسألة اللي وراها سهلة جدا. أول حاجة إحنا بنعرف الحل من على خط الأعداد، صح كده؟ طب الأول هنعرف الحل إزاي؟ يلا بينا. مش إحنا قلنا يا شباب بنساوي المعادلة دي كلها أو كلها على بعضها كده بتساوي صفر أهو، صح كده؟ بنساويها بالصفر، تمام؟ يبقى إحنا هنمسكها كده هنقول إيه س، نفتح قوس س ناقص واحد بيساوي صفر، يبقى الس بتساوي صفر أو الس بتساوي إيه؟ دي سالب واحد، هتعدي الناحية التانية بموجب واحد، مظبوط كده؟ تمام. يلا بينا بقى نرسم خط الأعداد بتاعنا. خط الأعداد هيكون عامل كده أهو، وبعد كده بعمل هنا القيمة الأولانية بواحد، وبعمل القيمة الثانية اللي هي بصفر، صح كده؟ أهو بعمل هنا القيمة اهي اللي هي بصفر، وهنكتب هنا عند الصفر، وهنا برضو عند الايه الصفر، تمام كده؟ يلا بينا. فاكرين ايه؟ نفس عكس نفس، نفس عكس نفس، صح؟ يعني ايه نفس إشارة س تربيع. طب يلا بينا، مش احنا لو احنا ضربنا س في س يديني س تربيع بالموجب؟ اه، يبقى هنا موجب وهنا موجب، واللي في النص تبقى ايه؟ اللي في النص تبقى سالب اهي، اللي في النص تبقى سالب اهي، تمام كده. فهي حاجة صعبة؟ هو عايز ايه بقى؟ نرجع للمسألة، هو عايز الأكبر من الصفر اهو، هو عايز هنا ايه؟ الأكبر من الصفر. الأكبر من الصفر تعرف بعمل ايه؟ كلمة الأكبر من الصفر يعني عايز الموجب، يعني عايز الجزء ده وعايز الجزء ده ومش عايز اللي في النص، يعني عايز كل الأعداد الحقيقية ما عدا الفترة دايما مقفولة اللي هي فيها صفر وإيه؟ وواحد. يبقى دي لما تكون إيه؟ موجبة. ها، في أي حاجة صعبة؟ تمام؟ المسألة اللي ورا، القيمة الصغرى للدالة عين، الدالة هي اسمها عين حيث عين سيتا بيساوي 5 جتها 7 سيتا. سهلة جدا. تعرفين يا شباب احنا بنعرف القيمة منين؟ بنعرف القيمة من الرقم اللي جنب الجتا اللي هي الخمسة، صح؟ اللي هي الخمسة، تمام اهي، دي بنعرف القيمة منها، دي القيمة. هو عايز القيمة ايه؟ هو عايز القيمة يا اما العظمى هتبقى بخمسة، يا اما الصغرى هتبقى بسالب كام؟ هتبقى بسالب خمسة. سهلة كده؟ هو عايز القيمة الصغرى، يبقى ناخد الموجب ولا ناخد السالب؟ هناخد السالب، يبقى اللي هي الإجابة رقم إيه؟ الإجابة رقم ج. المسألة اللي وراها وآخر مسألة في النموذج هنا عندنا بيقول إيه؟ إذا كان جتا سيتا بتساوي سالب واحد على اتنين، يعني سالب نص، تمام؟ حلو. والظا سيتا أكبر من الصفر. طب واحدة واحدة كده، واحدة واحدة نترجم. هي الجا سالبة في الربعين ايه يا شباب؟ الجا سالبة في الربعين مين ومين؟ التالت والرابع. هي الأول والتاني موجودة، إنها مش موجودة فين؟ مش موجودة لا في التالت ولا في الرابع. طيب نخش على اللي بعد منه، الدالة اللي بعد منها ظا. الظا بيقول لي أكبر من الصفر، يعني موجبة. طب إمتى بنلاقي الظا موجبة؟ الظا بنلاقيها موجبة ها في الربعين مين ومين؟ الأول والتالت. أصبح عندي ربع مشترك فيهم، الجا والظا، اللي هو الربع الإيه؟ التالت. يبقى انا اشتغل على ايه يا شباب؟ الربع الثالث. سهله كده بس. بعد كده هنمسك الورقه والقلم معانا اهو، ونعمل الاربع بتاعتنا اهو. نيجي عند الربع الثالث، نيجي عند الربع الثالث ونعمل ايه؟ السيتا اهو. سهله كده.
يلا بينا. بيقول لي هنا ايه بقى؟ بصوا بيقول لي هنا ان بعد ما احنا خلاص اخترنا الربع الثالث، هقول دلوقتي هنا معايا جا سالب جا ثيتا بتساوي سالب نص، جا ثيتا بتساوي سالب نص، وايه كمان؟ والظا ثيتا اكبر من الصفر. بص هنا كده معايا، احنا قلنا هنا مع بعض، احنا عارفين هنا ان الجا سيبك انت من السالب، الجا 30 بتساوي نص، صح؟ صح؟ يبقى جا ايه 30، يبقى احنا نعمل زاويه قياسها ايه 30 مع الاتجاه، تاني نعمل زاويه 30 مع الاتجاه بتاع السينات، تمام كده؟ طب يلا بينا، احنا مش احنا قلنا في الربع الثالث اهي عملنا 30، ليه؟ علشان الجا 30 بنص. نعد من اول هنا من الاتجاه الموجب لحد هنا كام؟ 180 زود عليهم 30 هيديني كام؟ 180 زائد 30 يديني كام؟ 210، اللي هي الإجابة رقم ج. في أي حاجة صعبة تاني؟ إيه هي جا إيه اللي بتساوي نص؟ سيبكم أنتم من السالب، جا إيه اللي بتساوي نص؟ جا 30، مظبوط؟ يبقى أجي هنا في الربع الثالث بعمل زاوية 30 بس مع ايه؟ مع اتجاه السينات، يعني ما ينفعش احط ال 30 هنا. لا غلط. ال 30 ما تتحطش هنا، تتحط مع الاتجاه السينات. يا اما الموجب يا اما السالب. بس لما اجي اعد بقى، لما اجي اعد اعد من اول ايه؟ من اول شغلي خالص من على ايدي اليمين. اهو امشي كده 90 كده 90 كمان 180 كمان 30 يبقى ايه؟ يبقى 210.